بحلف بالله. يلا يلا الله يلا يلا ربنا معاك. يلا احكي. انتشر فيديو من ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي لسواق تاكسي وهو بيحلف بالطلاق على زباينه ما هياخد منهم الاجره، والشباب فضلوا يحاولوا معاه وهو رافض تماما، ودعا لهم وقال لهم سلموا لي على الحج. الفيديو طلع لمجموعه من الطلبه الفلسطينيين في مصر، ولما السواق عرف رفض تماما ياخد منهم اي حاجه، والشاب اتبسط جدا من شهامه السواق معاه وقال له ممكن ابوس راسك، علشان يرد عليه السواق ويقول له انا اللي عايز ابوس راسك. والفيديو ظهر باضاءه وجوده ضعيفه علشان اللي صور الفيديو كان طالب قاعد على الكرسي اللي ورا، وصور الفيديو من غير ما السواق يعرف او ياخد باله علشان يبين شهامة وجدعنة السواق معاهم. وده موقف بسيط من مواقف كتير بتحصل كل يوم بتدل على قد إيه الشعب المصري شعب عظيم وبيقف مع غيره في المحن والظروف الصعبة، وبيرجعنا نفتكر الفيديو اللي انتشر لبياع الفاكهة البسيط اللي حدف على عربيات المساعدة برتقان من اللي بيبيعه علشان يشارك باللي يقدر عليه في المساعدات اللي بتوصل لأهلنا في غزة. وانت كمان قول لنا رأيك في الفيديو واحكي لنا عن موقف لفت نظرك لجدعنة وشهامة المصريين.